للحديث إذا مشاهدينا الكرام عن استمرار القصف على أربيل والصراع الأمريكي الإيراني في العراق، معنا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميس. مرحبا بك أستاذ مظفر معنا. مساء الخير، مرحبتين، كل عام وانتم بخير. وأنت بخير حضراتكم وحضرات المشاهدين الكرام، أهلا بك، عيدكم مبارك. كيف تقرأ إذن تكرار هذا القصف على مدينة أربيل على ما يدل في هذا التوقيت؟ أقرأ أنا يعني شخصيا أنه رسائل كثيرة إلى جهات عديدة بفعل واحد من فعل الميليشيات، رسالة إلى حكومة إقليم كردستان أنه الراعي الأمر واللي الحل والربط بيده هو إيران، رسالة إلى حكومة بغداد أنه لا شيء يستطيعون عمله، لا زالوا هم تحت المطرقة الإيرانية، ورسالة إلى أمريكا أنها هي المسيطرة على الوضع بالعراق وأنها هي صاحبة الرأي الأول والأخير على طاولة المفاوضات في جنيف. يعني هنا عدم وقوع أي خسائر في القصف، إلى ما يشير برأيك هل هو رسالة تحذير مثلا للسلطات في أربيل؟ بصراحة هم المسؤولين في أربيل، المسؤولين الأكراد والصحفيين يعني الطبقات العليا من السلطة في إقليم كردستان هم يعترفون بهذا الشيء، من الصواريخ اللي انضربت قبل شهر والبارحة القصف، هم يعترفون أنه هذه رسائل إيرانية، لأنه هم تجاوزوا الحدود في مسألة تصدير الغاز وتصدير النفط ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، وخصوصا البرزاني الابن كان في الخليج قبل فترة ويعني أفصح عن هذا الشيء. هم يعترفون بهذا الشيء، هم يقولون أن هذه رسائل لنا للكف عن 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 هذا الحديث عن هذا الموضوع. طيب والعمل، يعني ماذا على السلطات في أربيل أن تعمل برأيك؟ ما تعمل سلطات أربيل لما كي توقع تحمي هذا نفسها المطب. يعني نعم ومنشآتها. صحيح صحيح صحيح، هم ما بيتهم شيء، هم لأنه هم متخادمين أيضا مع الإيرانيين في مجالات أخرى، يعني هم أصدقاء الإيرانيين من جهة، وعلاقات تجارية وعلاقات سياسية وعلاقات اقتصادية مشتركة بيناتهم، ومن جهة ثانية هم يريدون ينقون بنفسهم عن هذا الشيء، من يقعون بهذا المطب يلقون بالثقل كلية على حكومة بغداد، والكل يعرف أن حكومة بغداد دون كيشوت كل شيء ما تعرف تسوي. ولكن المفترض يعني أنه السلطات في حكومة بغداد عليها يتوجب أن تحمي، يجب عليها أن تحمي المقار الحكومية الدبلوماسية، أي مقار تابعة للعراق كله، أليس كذلك؟ والله صحيح أستاذ، لكن هي أصبحت يعني مثار السخرية ومثار الضحك، التهديد والوعيد اللي تطلقه حكومة بغداد وتنساه وتتناساه في اليوم الثاني، وخصوصا إذا كان التهديد والوعيد يمس العزيزة إيران، فهذا يعني يتم طمطمة الأمر، يتم تغييبه بعد ساعات من الأمر. يعني هم قبل أسبوع يريدون يشتكون بالأمم المتحدة ويشتكون بمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ضد تركيا، ضد التدخل التركي في شمال العراق، لكن هذه الأمور يتغاضون عنها بعد ساعات من حدوثها وكأن شيئا لم يكن. طيب نأتي إلى موقف واشنطن، برأيك لماذا تنأى أمريكا يعني بنفسها عن مواجهة ما يحدث من استفزازات، خصوصا أن إيران ربما تعطي رسائل شبه مباشرة أن هذا الاستهداف ليس لأربيل فحسب، وإنما هو المستهدف الرئيس هو الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والمنطقة. صحيح صحيح، لكن الجميع يعني أصبح الآن موضوح التخادم الإيراني الأمريكي. التخاذل الإيراني الأمريكي معروف من أيام الغزو الأمريكي للعراق وأيام الغزو الأمريكي لأفغانستان، كان التعاون الإيراني الأمريكي واضح للعيان، والآن أصبح بحجة الغزو الحرب الروسية الأوكرانية أصبح هذا الشيء، يعني أنه أمريكا ما تريد تشغل نفسها عن المسألة الأوكرانية بمشاكل ثانوية مثل مشكلة إيران بالعراق، لكن هو بالأصل وتحت البساط هو تخادم أمريكي إيراني يعني على التآمر على العراق.
طيب الآن القصف على أربيل بات يتكرر، يعني ما الهدف برأيك؟ هل الهدف جعل هذه المنطقة مشتعلة غير آمنة، وما الهدف من وراء ذلك، أم هي مجرد يعني رسائل تهديد ليس إلا؟ هو الهدف لأن الهدف كبح جماح أربيل. أربيل أصبحت الآن مركز تجاري، أصبحت الآن تتحدث عن تصدير الغاز والنفط، أصبحت الآن تتحدث عن ولوج سوق الغاز اللي وبديل عن الغاز الروسي. هذه كليتها ليست في صالح إيران وليست في صالح مصالح إيران، لذلك لابد من كبح جماح هذا الشيء، ولابد من كسر شوكة أربيل بهذا الاتجاه، ورجع أربيل، خاصة أربيل أصبحت الآن ملتقى للناس اللي تريد تطلع من الهيمنة الإيرانية، لابد من إرجاع أربيل إلى خانة المربع الأول الإيراني. يعني الآن كيف ينظر الشارع العراقي إلى ما يحدث من هذه السجالات المتبادلة؟ يعني ما موقف الشارع العراقي مما يحدث الآن بين إيران وهذه الاعتداءات؟ يعني والله يعني أعتقد يعني أشوف أنه الشارع بدأ يغلي، الشارع اللي هم يريدون يغيبونه ويتم إلهاءه بتجويعه وبقتل نشطاء أو قتل أحراره، هذا الشارع ما يهدى، لأن هم يعرفون إيران وعملائها يعرفون أنه الشارع العراقي، الشارع الحقيقي العراقي هو اللي طلع بشوارع العراق وشوارع بغداد بالملايين يصيح إيران برا برا، هم يعرفون أنه هذا الشارع يعني إن كان ساكت الآن لكنه يغلي من جوه، ويعني الثورة لابد أنه قادمة. إذن من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي ياسين ظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.